قدره نلعب شادو سترايكر يعني. يعني بنشوف في انديه كتيره زي المان سيتي على سبيل المثال ما بيلعبوش بسترايكر. هل وجود، وهكلمك ثابت في دي، شفت بيرسي تاو ازاي في الفترات اللي فاتت؟ بعض الناس بتقيم بيرسي تاو قبل الاصابه وبعد الاصابه، بعض الناس بتقول لا قبل الاصابه كان مميز جدا، كان بيلعب وينجز او بيلعب بطريقه، كان بيلعب مهاجم بشكل اكبر. يعني عندنا دلوقتي بيلعب بسترايكر صريح. شايف التحليل ده لبيرسي تاو ازاي من وجهه نظرك التحليليه، وطريقة انك بتلعب بشادو سترايكر او مش مهاجم صريح، هل تنفع مع فرقتنا في وجود العناصر الموجودة، ولا تفضل ان يكون عندنا محمد شريف في سترايكر ونبني الخطة من تحتية؟ على حسب المنافس طبعا اكيد يا كابتن هاني، على حسب. بس انا شايف ان بيرسي تاو لعيب كبير، يعني بيرسي تاو صفقة كبيرة جدا، سيبك من اي انتقادات بتتوجه له، هو هيجي مع الوقت. يعني لعيب واضح ان هو عنده شخصيه النادي الاهلي، عنده نجم كبير في جنوب افريقيا، لعيب دولي كبير، بيتحرك لتحت بشكل كويس جدا. هو موسيماني عايز منه كده، عايز ينزل يفتح المساحات في ظهر المدافعين، بيتحول ساعات كصانع العاب، بيلعب جناح، بيلعب في كل المراكز اللي قدام، يعني بيلعب مهاجم وهمي، بيلعب صانع العاب، بيلعب جناح في الحتتين، لعيب كبير جدا. بس محتاج لسه اللمسه الاخيره، اللمسه الاخيره دي هو واضح ان هو لسه عنده مشكله بدنيه شويه وعايز ثقه، الثقه دي هتيجي لما يجيب اهداف. بس هرجع لنقطة مهمة جدا، نقطة موسيماني يا كابتن هاني. موسيماني يا جماعة لو في أي نادي تاني كانت عمل له تمثال بالنتائج اللي بيعملها دي. ده حقيقي، الكرة أرقام. بص على الأرقام في الأدوار الإقصائية، أنت بص على الماتشات الإقصائية اللي لعبها، يعني في نص النهائي من أول ما جه لعب الوداد، كسب الوداد، بعد كده كسبه كام؟ 2-0. بعد كده كسب 5 بمجموع مباراتين. بعد كده 3-1، بعد كده كسب الزمالك في النهائي 2-1، ده كده بطولة. تعالى البطولة اللي بعدها في دور الثمانية لعب صن داونز، كسب 2-0، وبعد كده تعادل 1-1، وبعد كده كسب الترجي 1-0، وبعد كده 3-0، وبعد كده في النهاية كسب كايزر تشيفز ثلاثية، ده كده بطولة تانية. تعالى البطولة دي، الرجاء المغربي في دور الثمانية كسب الأهلي، ادي كسب، ادي قدامنا طبعاً نتائج موسيماني. ارقام طبعا موسيماني مع الاهلي في الادوار الاقصائيه، طبعا في الادوار الاقصائيه اللي هي ماتشات النوك اوت، اللي هي الذهاب والاياب، اللي هي المباريات الحاسمه. ده مستبعد كاس العالم للانديه، اللي هو مستبعد السوبر الافريقي كمان. ده مهم ليه ثابت حته كاس العالم للانديه، لان البعض بيجي يتكلم في فكره ان السكواد بتاع النادي الاهلي في افريقيا اقوى من اي منافس اخر. على فكره يعني احنا مرينا بتجارب لو تفتكر كتير جدا، مستر مانويل جوزيه راجل عبقري وحققنا معاه نتائج يعني تاريخيه، ولكن خرجنا من كانو بيلرز مثلا في 2009، وبعد المباريات مع الصفاقسي في 2006 في دور المجموعات كان في تعثر. فكاس العالم الانديه هو اختبار مع منافس اقوى، ومع ذلك نتائج موسيماني، بالميراس اول فوز على فريق من امريكا الجنوبيه في تاريخ النادي الاهلي، ومونتري اول فوز عليه في تاريخك، وكمان برضو عندنا رباعيه الهلال، فده بيكمل. ده بتتكلم كمان في 10 ماتشات في الادوار الاقصائيه، 10 ماتشات كسب 8 وتعادل ماتشين في الادوار الاقصائيه ذهاب واياب، يعني داخل القاهره وبره القاهره، غير الماتشين السوبر الافريقي، غير ان هو السنه دي كسب الزمالك 5، كسب الاسماعيلي 4، كسب بيراميدز 3، دول الثلاثه اللي هم المنافسين عندك في الدوري المصري، كسب الهلال السعودي 4. والله النتائج دي لو بيعملها اي مدرب تاني اقسم بالله هيعملوا له تمثال. ده صحيح. انا